الخيام يرتبط بشغل الخيام، جاية مشتقة من الخيام. كان اتقال كلام كتير عن نشأتها، بس يعني الأوقع شوية إن لما كان زمان البوابات بتقفل وكان في تجار بيسافروا من بلاد لبلاد بالنسبة للقاهرة هنا، فكان بيبقى بيثبتوا في مكانهم بخيم، فالخيم دي بتحتاج بعض الترقيع أو إن هو في أجزاء منها متقطعة، فبدأت الشغلة بدأت من هنا. والدي كان صاحب المكان هنا ومهنته، ووالده نفس النظام، وانا برضو ابنائي برضو كده وفي نفس المكان متعلمين برضو واخدين شهاداتهم، بس غاويين شغلتي دي برضو. انا بشتغل في شغل الخيمة دي بقالي 28 سنة، بشتغل مدرس وفي نفس الوقت بشتغل شغل الخيمة. بميل اكتر للشغل اللوتس، ودلوقتي دخلنا شغل اللوتس مع الرومي. عباره عن الزهره الفرعونيه، بدانا نطورها نعملها باشكال كتير وبالوان كتير. القماشه نفسها بيبقى قطن، مش تيلا سبور، قطن، على اساس ان لو تتغسل الوانها ثابته. القصة دي هنا جحا وابنه مركبين على الحمار، هما الاتنين، فالناس شافوه بدأوا يتكلموا ازاي اتنين راكبين على الحمار، فنزل جحا مشي وابنه ركب، بدأوا الناس يتكلموا برضو ازاي الولد راكب وابنه والراجل ماشي، فالراجل ركب وابنه مشي، الناس برضو يتكلموا ازاي الراجل ماشي وابنه راكب، في الاخر جحا شال الحمار والحمار بيضحك عليهم. المغزى من القصة ان مفيش حد اصلا، يعني الناس ما بتسيبش الناس في حالها، لو فضلنا ورا كلام الناس يبقى مفيش حاجة هتعمل كويس. في شغل كتير مفهوش إبداع، يعني مفهوش إنك بتبتكر شيء، لكن بالنسبة للشغل هنا في شوية بتشغلي دماغك، بتطلعي حاجة فيها نوع من الفن، بتعجب ناس كتير،